المجال السينمائي كيعنيو يتحلو بزاف ديال القاعات السينمائيه. هذا هو الحل في النظريه ديالي باش نقدروا من بعد ندخلوا في ذاك القضيه ديال الانتاج الخاص وتولي عندنا سينما مستقله زائد سينما اللي مثلا كيحتضنها الفريق السينمائي ونقدروا نجروا لعندنا مستثمرين في هذا المجال الفني باش ديك الساعه يولي عندنا واحد الكميه كبيره فيها بزاف ديال لي شوار بزاف ديال لي ريجيستر كيتلعبوا وديك الساعه المتفرج كيولي عنده واحد لو شوار كبير في اختيار ديال الافلام. حنا اللي كنقلبوا عليه هو يفتحوا لي صال للناس بسيط زعما للصال الناس لان انت كتواصل مع ناس مثلا في اكادير ولا بعض المدن كيقول لك عز بغينا نشوفوا الفيلم حنا ما عندنا الصال كيبقاو في سيرتو ملي كتشوف مدينه كبيره يعني خصهم يفكروا يديروا دي صال الجمهور المغربي الجمهور بسيط سينمائي كيجي كيحضر الافلامنا كنشوفوا الارقام كنشوف عندنا واحد فيلم راه هو باقي دابا 11 شهر اكيد كل ما كيجيوش ليه الناس ما غيخليوش راه وصل انا ماشي انا